بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، لا سيما ابن عمك أمير المؤمنين الصديق الأكبر والفاروق الأعظم. غلا يسار واستخف يمين، بك يا لكنهك لا يكاد يبين. تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين. وتظل أنت كما عهدتك نغمة، للآن لم يرقى لها تلحين. فأردت أن أرويك محض رواية، للناس لا صور ولا تلوين. للناس لا صور ولا تلوين، ولأنت أروع إذ تكون مجردا. ليش؟ ولقد يضر برائع تثمين. أبا الحسن أراك أكبر من حديث خلافة، إي والله، يستامها مروان أو هارون. أبا الحسن لك في القلوب إمامة، فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. فدع المعاول تزبئ الرق ساوة وضراوة، إن البناء متين. أبا الحسين وتلك أروع كنية، وكلاكما في الرائعات قمين. أبا تراب وللتراب تفاخر، إن كان من أمشاجه لك طين. ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت، فالجذر ليس يموت وهو دفين. لكنه ينمو ويفترع الثرى، وتنم منه براعم وغصون. لازلت ألحو في هواك متيما، من وجد حب علي في قلبه فليكثر الدعاء لأمه. لازلت ألحو في هواك متيما، وصفاتك البيضاء حور عين. فبحيث تجتمع الورود فراشة، وبحيث ليلى يوجد المجنون. ورجعت أعذر شانئيك بفعلهم، فمتى التقى المذبوح والسكين. هذا رصيدك في النفوس، فهل ترى أيحبك المذبوح والمطعون؟ بدر وأحد والهراس وخيبر والنهروان ومثلها صفين. ومن البداهة والديون ثقيلة، في أن يقاضى دائن ومدين. هذا من جانب، وجانب آخر حقد إلى حسد وخسة معدن. مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك، فها لهم أن عاد سعيهم هو المدفون. وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم،
أتخاف من غرق وأنت سفين وتظل من بعد الخلود دلالة في أن ما يهوى السماء في أن ما تهوى السماء يكون. قال أمير المؤمنين عليه السلام: غدا ستنكشف لكم أيامي وتظهر لكم سرائري وتعرفوني بعد خلو مكاني وقيام غير مقامي. صلوا على محمد وآل محمد. لله تعالى آيات كثيرة وآيات عظيمة في الكون، وهذه الآيات تحتاج إلى أن تدور عجلة الزمن لآلاف السنين حتى نستطيع أن نستكشف جوانب من هذه الآيات. يعني تصور أنت بدن الإنسان اللي نتعاطى معه ليل ونهار، أكو مراكز دراسات كبرى يرصدون مليارات الدولارات يشرحون هذا الجسم حتى يكتشفون أسراره، لكن إلى اليوم هذا الجسم يبقى ذلك المجهول. يعني تصور أنت مئات السنين الأطباء يسمون هذا العضو بالدودة الزائدة، يقول لما نشيله من الجسم ما نشوف الجسم يتأثر، لما موجود في الجسم ما نعرف دوره في البدن، ولهذا يسموه بالدودة الزائدة. وإذا قبل مدة دراسة حديثة يدون يكتشفون الأمور التي تؤثر على هاي مرض الباركنسونز المزعج اللي يخلي الإنسان يرتجف. الله إن شاء الله يجير جميع المؤمنين ويشافي جميع المرضى، خصوصا المبتلين بهذا المرض، مرض صعب جدا. وإذا بهم بالصدفة يكتشفون أنه أكو علاقة وثيقة بين هذا العضو اللي يسموه الأبندكس وهذا المرض. هاي الدراسة ما كانت هواية مهمة في قضية المرض نفسه، لأنه شايفين ذول اللي مستأصلين هاي العضو ذول احتمال إصابتهم بهذا المرض يتقلص 25%. لكن المهم في هذه الدراسة شنو؟ في أنه هذا العضو إلى ارتباط مباشر بالجهاز العصبي وبالدماغ الإنسان، سموها الدودة الزائدة، لكن مرتبط بعقل الإنسان، بمخ الإنسان، بالجهاز العصبي. شو وقت اكتشفوا هاي الأمر؟ 2018، ذاك اليوم يعني. أو كان يظنون أن جلد الإنسان المخلوق من أنسجة اللي هو أكبر عضو في بدن الإنسان، هاي الأنسجة هو أنسجة الجلد، جوا الجلد شنو أكو؟ دم، عروق، هاي الخلايا، الأعضاء، اللحم، العظم. وإذا بهم سنة 2019 شقد دراسات مجرين، شقد جثث مشرحين، توهم اكتشفوا أنه في الأنسجة أكو عضو آخر اللي هو ربما ثاني أكبر عضو في بدن الإنسان، أكو مخازن تحتوي على سوائل في تلك المخازن داخل تلك الأنسجة اللي كان يظنوها أنسجة تابعة للجلد، يعني هو هذا الجلد اللي يقول هاي هي اللي تربط البدن ببعضه ببعض وتنقل ما فيه إلى الجوارح والأعضاء الأخرى. 2019. وبعد أكو أمور أخرى لن يكتشفوها اليوم، ربما يحتاجون إلى آلاف السنين إذا مو ملايين السنين حتى يكتشفوها. لكن نأتي إلى آية الله العظمى، لهذه العبارة تصدق على علي عليه السلام في غيره مجاز، مع احترامنا وتعظيمنا لجميع المراجع، القضية نسبية بالنسبة إليهم، إن المراجع هم كبار القوم، لكن بالنسبة إلى أمير المؤمنين هاي العبارة واردة في الزيارة.
وآيته العظمى والنبأ العظيم. أمير المؤمنين يقول أنه أهل زماني خب ما اكتشفون، معرفتهم كانت جدا سطحية بأمير المؤمنين، يعني يجي يصعد على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني، أسئلة سخيفة. واحد سأله حجم الشمس، قطر الشمس جد، قال 900 ميل في 900 ميل، بعد 1400 سنة يجون يقولون هذه إحصائية دقيقة، 900 ميل في 9، روحوا شوفوا جوجل انتو افحصوا الموضوع. هاي لمن سألوه وهو على المنبر قالها، وهي عبارة ما قالها أحد إلا وافتضح، يعني إن شاء الله أكبر بروفيسور ولو في مجال تخصصا ما يقدر يقول هذه العبارة، سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماء مني من طرق الأرض، يعني هاي طرق الأرض المكشوفة أنا طرق السماء أعرف بها، عندي علم ما كان ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. بعض يقول خب ليش الإمام ما أجى اكتشافات مثلا حديثة وكذا ما بينها الإمام، دور هداية، وإلا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء هو كان يقدر يعرف البشر بكل شيء من اليوم الأول، هذا خليفة السماء خليفة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يمشي على أسس ربانية حسب رب العالمين. لكن ده يقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني، يقول غدا تنكشف لكم أيامي، تحتاج هاي عجلة الزمن الدور والدور والدور حتى احنا نكتشف بعض جوانب العظمة في حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الغريب في الأمر أنه الشخص الإنسان إذا يموت يموت مع موته ذكره، ممكن أيام قليلة شوية الناس تتذكره بس بعدين ذكرهم يروح وياه، إذا شوية يكون عظيم شوية أكثر يبقى ذكره، إذا يكون مؤسس له مثلا دولة يكون رئيس مثلا جماعة هذا شوية هم يطول ذكره على الماء يندرس وينطمس، بس بعدين يوضع في رف التاريخ خلاص يصير جزء من التاريخ. لكن العجيب في قضية أمير المؤمنين أنه كل ما يمر الزمن كل ما يزداد غضاضه. أكو جانب رباني في الموضوع بلا شك، والله متم نوره، هذا النور لازم ينتشر في الآفاق، لكن الجانب اللي مرتبط بينا احنا هاي تعلقنا من وين جاي؟ كل ما يمر الزمن نشوف الدهر كان إلى أيام صعدات نزلات ناس اجوا ناس راحوا أحزاب قوميات، لكن ما جاء أحد ممكن يكون مساوي لأمير المؤمنين، ولهذا كل ما يمر الزمن احنا نتعطش أكثر إلى ذلك الإمام العظيم. شوف ايش قد مكانه خالي، خصوصا لما نقارن أمير المؤمنين بغيره من الحكام والرؤساء والزعماء، مع أنه عندنا هواية يعني زعماء اجوا أفكار مختلفة توجهات مختلفة اجوا بنية مثلا تحرير أوطانهم وشعوبهم، لكن أكو أحد اجى ليشبه أمير المؤمنين في عظمته في سلوكه في أموره؟ أبدا ماكو. إذا أكو جيبه جيبه. وأنا هذه الليلة وعلى عجالة جدا، يعني ممكن بس أقدر أعدد العناوين من سيرة أمير المؤمنين في هذا الجانب اللي قاعد أحكي به، وهو سيرة أمير المؤمنين في الحكم. شوفوا أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله بلا شك كان هو الأولى بالحكم، لأنه النبي بنص القرآن، نص القرآن يقول وأنفسنا وأنفسكم، فهاي المنصب ما مؤهل لأن يملأه أحد سوى نفس رسول الله، النبي راح لازم خليفته بالحق يجي يملأ هذا المنصب، ولهذا ما كان أكو فد مثلا نظام ديمقراطي يجون المسلمين يصوتون على الخليفة، لا فد مرة صار فراغ في هذا المنصب لأنه تلقائيا كان مفروض يملأ علي بن أبي طالب. تتخيل مثلا طيارة قاعدة تطير، فد مرة الطيار ينسحب، اللي يجي يقود ويدخل في قمرة القيادة لازم يكون طيار، وما يصير تجيب بقال وعطار وفد واحد جاهل أجلكم الله حتى يقود طائرة. فالآن الأمة كلها دين بعظمته
برنامج رباني كبير للبشرية، هذا منو يقوده؟ يجي فد واحد ما يعرف معنى فاكهة وأبا، فد واحد اللي ما يعرف يتوضأ، ما يعرف يتوضأ وما يعرف يتيمم وما يعرف يصلي وما يعرف، جهالة في جهالة على كافة الأصعد. يجيبوا له امرأة زنت مجنونة يأمر برجمها. سرعة أمير المؤمنين، عمي هاي المجنون ما عليه حرج بنص القرآن، لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن، لأن أساسا هذا المنصب اللي أخذه كان منصب مغصوب. فأقصوا أمير المؤمنين، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. قطب الرحى يعني بؤبؤة العين. أنا هاي دوري، أنا هاي منصبي، يعني مو قضية صراع على الحكم وكذا أبدا. لكن أمير المؤمنين بعد 30 عاما إجوا وطلبوا من عنده أن يصبح خليفة للمسلمين، وإن كان ما خلوا الإمام يتنفس في هذه المدة. فلما قمت بالأمر نكثت طائفة قصطت أخرى ومرق آخرون. دائما الإمام كان في حالة حرب هذه المدة، لكن هاي المدة كانت مهمة. ليش مهمة؟ لأنه إحنا نريد يكون عندنا عينة من خلافة السماء، حتى باكر لا يقال أنه عمي ذولا هم مثل غيرهم، صلى وصام. شايف بعض ذولا اللي كان يصلي صلاة الليل ودائما يجيب اسم أمير المؤمنين وكذا، أول ما يوصل للحكم صلى وصام لأمر كان يطلبه لما استتب له الأمر، لا صلى ولا صام. شوف سيرته، سيرة معاوية بن أبي سفيان بل أخس. لكن أمير المؤمنين هذه المدة القصيرة 4 سنوات وشوية اطعن عينة من خلافة السماء. أمير المؤمنين لما اجى ما كان مفروض عليه شيء من الخارج، يعني كان يقدر يحكم كما يحلو له. إذا يصير دكتاتور يقدر يحكم بالحديد والنار مثل ما يعجبه، مثل ما يريد. ليش؟ لأنه هو بعد مقتل عمر إجوا عرضوا عليه قالوا له تعال صير، لأنه هو الأجدر بالخلافة. لكن عندنا شرط واحد. شنو هالشرط؟ أنه تسير على ما سار عليه الشيخان. طبعا أبو بكر خو ما بقى هواية، راح بس هو عين عمر، فيقولون سيرة الشيخين. عمر هم حكم أكثر من 15 سنة. شنو كان قصدهم في هالأمر؟ أنه أنت لا تغير الجو العام اللي بناه عمر، يعني سير الأمور مثل ما سيرها. وفي شنو؟ في القضايا المالية وفي تعيين المناصب. قضايا المالية قضايا حساسة جدا. شوفون في هذه البلاد الحزبين المعارضة والحكومة أيام الانتخابات دائما يدقون على هذا الوتر. المعارضة تقول إحنا ما رح مثلا نغير في هاي الضمان الاجتماعي شيء، وبالعكس راح نزيد في عطائنا لكم، وتجي الحكومة تقول احنا الاقتصاد راح نرتبه، وضعكم المالي راح يترتب وما إلى ذلك. وأكفت قضية جدا مهمة في القضايا المالية، وهي أنه الحكومات دائما في الشرق والغرب يشوفون منو العناصر المؤثرة في المجتمع، ذولا يشبعوهم. أما الصغار اللي لا يحلون ولا يربطون ذولا خليه ينسحقون، مو مهم. هذا الشيء ماشيين عليه في الشرق والغرب، لهذا ما كفت حكومة مستقلة تماما، حتى إذا الشخص يكون حباب بس هذا مفروض عليه شيء. يعني الآن نشوف في الولايات المتحدة أكو كلام يدور يعني في أروقة الحكم أنه هاي الشركات العملاقة مثل شركات الدواء مثلا، مثل شركات السلاح، مثل هاي الشركات اللي الآن حديثا طالعة مثل أمازون وما أعرف إي باي وما أدري جوجل وكذا، ذولا يتحكمون بمقدرات الأمور. ذولا بيدهم يعني تخيل شركة أبل 1,000,000,000,000,000 بيدها، 1,000,000,000,000,000. خذولا هم يلعبون بالأمور كيف ما يشاؤون، يعني القضايا بيدهم، والأي شيء ضد مصالحهم خو بيعارضوا يعني بلا شك ولا شبهة. فهاي القضية كانوا حريصين عليها أنه أنت لا تغير في هالأمور. أمير المؤمنين قال له إذا أنا أجي على شنو أنا يعني أسير بسيرتهم؟ أنا أسير بسيرة رسول الله وإجتهاد أمري كيفما أشاء يعني. ولهذا زويت عنه الخلافة، قالوا إحنا ما نريدك تحكم.
اجى عثمان جاب تغييرات وتبديلات لكن من منطلق أموي، يعني هو قام يغير في هذه الموازين. قام ثالث القوم وقام معه بنو أبيه يقضمون مال الله قضم الإبل نبتة الربيع. فلما شوي صار تقشف ايش سوى؟ قام يقلص من الأموال اللي كان يعطيها عمر للأعيان. مثلا عمر قام يفضل القرشيين على غيرهم على أهل المدينة، والمهاجرين على الموالي، وزوجات النبي بعضهم طبعا، لأنه هاي العنوان فد عنوان كلش يعني عنوان فضفاض. ولما يقولوا لك زوجات النبي يقصدون واحدة أو اثنين، وإلا أم سلمة أحد بحالها، مواقفها أقوالها وشلون مواقف كان عندها ما أحد مو بحالها، يقصدون من يقصدون. المهم فكان يعطي لبعض زوجات النبي كل واحدة 12,000 درهم بالشهر. تتخيل يعني المسكين والمستضعف يحصل على 10 و15 وكذا، يتحصل 12,000، لأنه هاي عنصر مؤثر في المجتمع فما يريد يزعلهم. إجا عثمان شطب هذه المبالغ الباهظة اللي كانت تعطى لهؤلاء. أول ما لغى المكرمات وإذا بجنابها جناب عائشة تأتي إلى ديوان الحاكم إلى عثمان، قالت له على شنو أنت لغيت هاي الأموال اللي كانت تعطى لي؟ قال على شنو أنت يعني تفضلين على سائر الناس؟ شأنك شأن البقية. فلما قال هالحكاية قالت إذن ميراثي من رسول الله، زوجة النبي وعند بيت وكذا. فمرة استوى جالسا غضب، قال مو أنت ويا عربي بوال على عقبه جئتما وشهدتما على فاطمة؟ قلت النبي قال ميراثي صدقة للفقراء وحرمتم الزهراء بنت رسول الله من ميراثها؟ يعني النبي ما قايل الأولاد وبناته يجي يقول لكم أنه ترى أموالي لا تطوها للزهراء، طوها تصدقوا بها للفقراء. والله بالقرآن يتكلم عن أن الأنبياء ورثوا وأنه آيات الميراث وكذا هي شاملة للكل، بس أنت شهدتي أنه سمعت النبي قال هالكلمة، مكذوبة على رسول الله. الزهراء بعظمتها تأتي بتلك الخطبة وتقول يا ابن أبي قحافة في كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا. هاي كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، بس الحكومة بيتهم أخذوها حاصل فاصل. فقال أنا الآن عمنا عين الزهراء اليوم راح أمنعك من هاي العطاء اللي كان يعطيك إياه الخليفة السابق وأبوك من قبله، طبعا أبوش لأنه عين الخليفة الثاني. المهم فهو لما شوية يعني تلاسن معها أهدرت دمه وقالت اقتلوا نعثلا فقد كفر. أمير المؤمنين بعد ما اقتل عثمان انهار النظام كله، كان مثل هرم مقلوب، الهرم المقلوب القائم على شخص الخليفة عثمان. فلما راح كل شيء انهار، كل شيء انهار، شافوا ما يجمع أمر المسلمين وشتاتهم إلا شخص أمير المؤمنين، فراحوا ودوروا عليه لقوا وإجوا أصروا عليه أن يقبل، والإمام مصر أنه ما يريد، سأبين ليش ما يريد. فإجوا الإمام قال زين أنا بشرط، ترى أنا أعمل وفق رؤيتي اللي هي طبعا رؤية السماء، مو أنه تجون تقولوا لي فلان وعلان وفلتان وكذا وشي. قبلوا قبلوا كلهم، بس كانوا يريدون أمير المؤمنين يتصدى لهذا المنصب. المهم اجى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حسب تعبيرنا ايده مفتوحه، طبعا في الظاهر يعني اذا يريد يحكم بالحديد والنار كيفه، لكن امير المؤمنين كان عنده فد مانع داخلي، التزامه بالمبادئ كان فد مانع داخلي اللي يخليه يعمل ضمن اطر ومقاييس معينه، والا براحته يقدر يعني يلعب بالحكومة وبالخلافة كما يحلو له. لكن أمير المؤمنين لم يرتضي بذلك، ولهذا تشوف أمير المؤمنين أول شيء سوى هو المساواة بين كل فئات المسلمين. زين الجماعة اللي كانوا مفضلين ذولا ما عجبهم، خصوصا بني أمية واللي كان مفضلهم جناب عمر. فكان أكو جماعة أمير المؤمنين كانت عنده فتصفة هواية حلوة، وهي أنه لا يطمع الظالم، لا يطمع القوي بظلمه،
القوي ما يطمع أنه علي يجي يحيف بالحكم يجور، يقول أجي له أنا هم قوي علي يسمع كلامي أبدا، ولا يخاف الضعيف من سلطانه. يعني فد واحد اللي ضعيف هو لا يحل ولا يربط، هذا يعني ما يخاف أنه ممكن أمير المؤمنين يجي يجور ويجي يظلمه وكذا في القضاء وفي الحكم بس لأنه ضعيف أبدا. بالعكس كان يقول القوي العزيز عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف الذليل عندي قوي حتى آخذ الحق له. وين شايفين انتو في العالم الآن أكو نموذج ولو مصغر لهذا الحكم في شرق الأرض وغربها. هنا أنا إذا أنت ضعيف صوتك مو مسموع، ما حد ما يدير لك بال حتى إذا الحق وياك، بس إذا أنت تكون قوي لا الكل يحسب لك حساب. أمير المؤمنين لهذا كان الفقراء يجون إليه، المستضعفين يجون إليه، هذول اللي ما عندهم أحد يجون إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مع الأسف الوقت قاعد يدركنا، وإلا كنت أسترسل يعني بالكلام، لأنه حقيقة سيرة أمير المؤمنين في الحكم بحر طمطام لا يبلغ قعره، لكن أشير إلى بعض العناوين وأسألكم الدعاء. فأمير المؤمنين جاء ساوى في العطاء كله، بيت المال أول ما إجا في اليوم الأول قال روحوا حسبوا الفلوس ووزعوا على كل المسلمين كل واحد حصته 3 دنانير. عمار بن ياسر هم راح حسب الأموال شاف بيها 300,000 دينار، حسبوا المسلمين اللي كانوا موجودين شافوا 100,000 مسلم. فعمار قال هاي أول علامة أنه هذا ولي الله، وإلا إحنا شو مدرينا لا عدد المسلمين ندريهم الحاضرين في المدينة لا الأموال المكدسة في بيت المال. فوزعوا الأموال، وزعوا الأموال طلحة والزبير وهالجماعة، هذول ما اجوا ياخذون، شافوا شنو 3 دنانير احنا مثل عامة الناس نجي ناخذ. فراحوا يطولهم قالوا لا احنا هذا مو شأننا. بعدين قالوا نريد ناخذ موعد ندخل على أمير المؤمنين، قالوا أمير المؤمنين موعد ما يحتاج، انت شنو متعود على الحكام السابقين لازم تاخذ موعد وتشوف السكرتير وتشوف الحاجب وتشوف الكذا. أمير المؤمنين في بستان بني فلان قاعد يزرع ويفلح، روح شوفه هناك. راحوا إلى هناك شافوا إيه بالفعل أمير المؤمنين قاعد يزرع، قالوا يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن جئناك بحاجة نريد في الجلسة خاصة، يعني علية القوم الزبير عظيم طلحة كان ذوي السوابق في أصحاب رسول الله. فأمير المؤمنين قاعد تفضلوا اعرضوا علي حاجتكم، قالوا لا أريد نقعد جلسة رسمية شنو بالشمس هنا تحت أشعة الشمس خلينا نقعد على قلب الظل. قال تفضل، راحوا بالظل اجوا قعدوا يا أمير المؤمنين. قالوا يا أمير المؤمنين يعني احنا تساوينا مع هالمساكين والفقرة والكذا وهاي الموالي اللي صار له شهرين صاير مسلم وكذا احنا مثلهم؟ أمير المؤمنين قالوا هاي سيرة رسول الله، وانا كان حصتي من بيت المال ايضا مثلكم 3 دنانير. قالوا يا أبا الحسن مو احنا قرابة رسول الله الزبير بن عمة النبي صفية. أمير المؤمنين قال يعني أنتوا أقرب إلى رسول الله مني، أخو رسول الله صنوه وأبو ولده. قالوا لا، قال أنا حصتي 3. قالوا زين يا أمير المؤمنين مو إحنا كنا ممن أسلم في الرعيل الأول مو ذول اللي توهم مسلمين. أمير المؤمنين قال يعني قبلي أسلمتم؟ قالوا لا ماكو أحد والله بأمير المؤمنين. قالوا زين دفاعنا على الإسلام نريد ثمن، هل قد دافعنا وتعبنا وكذا؟ أمير المؤمنين قال عن سيف الزبير سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد ثمن لذلك. قال يعني أنتوا دافعتم عن الإسلام أكثر مني وأذبهم عن الدين، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه وابن عمه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لحبها بسيفه، مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيد أولياء الله مشمرا ناصحا مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش فاكهون آمنون آملون تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار، أنا هم حصتي من بيت المال 3 دنانير.
صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا. قال: من تقصدين؟ قالت: أكو غير علي. أتعلمون أن إمامكم قتل بالسم والسيف معه؟ قال: سيفي اشتريته بألف وسممته بألف، لو ضربت به أهل الدنيا لأتى عليه. كان يقضي على كل أهل الدنيا، ولهذا الإمام قتل هم بالسم هم بالسيف. فيا ليت شعري من أنوح ومن له، أروح وما قلبي عليه بسالي، أشجوه عليا حين عم مرازو بمنزلة ذي رونق وصقالي. أتعلمون أن إمامكم غسل ليلا لا نهارا، جهز ليلا لا نهارا، وشيع ليلا لا نهارا. شايفين إذا شيخ عشيرة يموت، إذا عالم يموت، إذا واحد مربوك ومعروف يموت، يحضر القاصي والداني، يصير تشيع مهيب. لكن دفن أمير المؤمنين وشيع، ومن شيعه كان أقل ممن شيع الزهراء. الزهراء حضره وتشيعها 9 نفرات، 11 نفر، 10 نفرات، لكن أمير المؤمنين لم يحضر تشيعه إلا الحسن والحسين. شيعوه ليلا حينما هدأت العيون ونامت الأبصار، حملوا نعشه. من تقدم النعش؟ جبرائيل وميكائيل. توجهوا إلى موضع قبره، رأوا ذلك القبر المحفور، دفنوه في ذلك الليل البهيم. ليش؟ لأنه أكو ذول الجبناء، ذول اللعناء من النواصب، ما عندهم شجاعة يواجهون أمير المؤمنين بالسيف، لذلك يغتالوه غيلة، ولذلك يعمدون إلى نبش القبر كما فعل بنو أمية بزيد مثلا. دفنوا عليا ثم عادوا باكين إلى الكوفة. في طريق عودتهم مروا على خربة، وجدوا رجلا ضريرا متألما يبكي يئن من الألم، فسأله الإمام الحسن عن حاله. قال: يا هذا، كان هنالك رجل يأتيني في كل ليلة يقدم لي الطعام والشراب، يعتني بي، يجلس معي، والآن صاير لي 3 أيام أنا بدون سحور ولا فطور، لأن هذا الرجل غاب عني، ما أدري شنو صار، وين هو، هل تعلم عنه شيئا؟ فقال: صف لي هذا الرجل. فأخذ يصف أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: ذلك الرجل قد رجعنا للتو من دفنه، وكان أميرا للمؤمنين وحاكم المسلمين، فقال: أقسم عليكم إلا ما أخذتموني إلى قبره. أخذوه إلى موضع القبر، رمى بنفسه على قبر أمير المؤمنين. الله أكبر. بكى ثم مات، ودفنوه بجوار أمير المؤمنين. أبو الحسن ما تمم صيامه، جاء العيد وأطفاله يتامى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان. من لم يغفر له في شهر رمضان لن يغفر له إلى السنة الجاية إلا أن يدرك عرفات. أن ينقضي عني شهر رمضان، لم تبق إلا أيام حتى انتهاء هذا الشهر، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ولشفاء المرضى وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن حضر رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.